اهلا بيك يا فاطمه وصباحك صباح الورد وبهنيكي على المقاله المختلفه. يعني الواحد بيقرا اشكال والوان مقالات لكن العنوان انه انت بتعملي حوار مع الموميا خلى الواحد يبتدي يشوف ايه قصه الموميا دي وازاي انت عملتي حوار مع الموميا. احكي لي بقى على الفكره جات لك ازاي بالظبط. كان هو ده العنصر الاساسي، هو عنصر الجذب والتشويق، هو ده كان هدفي من اول ما فكرت في موضوع حوار رمسيس الثاني. الحقيقه ان انا من بدايه شهر ديسمبر او نهايه شهر 11 اللي فات وانا مهتمه جدا جدا بموكب المومياوات الملكيه. اول حاجه بدات افكر فيها هم مين الملوك اللي هيتم نقلهم، فبدات اتواصل مع المسؤولين في المتحف المصري اعرف مين الملوك اللي هيتم نقلهم. عرفت طبعا ان هم 22 موميا منهم 18 ملك واربع ملكات. الحقيقه ان انا عملت ملف كامل في موقع الوفد الالكتروني بيتكلم عن ال 22 موميا وعن اهم الانجازات اللي هم عملوها. العالم كله مهتم بقصه موكب المومياوات، فمش معقول ان احنا بقى في مصر مش عارفين مين الملوك اللي هيتم نقلهم يعني. فطبعا من اهم الملوك هو الملك رمسيس الثاني. ليه بقى؟ يعني احنا بنتكلم انت لسه بتقولي في 18 موميا لملوك، من بين ال 18 اخترتي رمسيس الثاني ليه؟ طبعا رمسيس الثاني هو من اشهر الملوك اللي موجودين في الموكب واهمهم. ليه؟ لانه يعني رمسيس حكم مصر حوالي 67 سنه، يعني مدة كبيرة جدا قدر في خلالها ان هو يوصل لقمة مجد الحضارة المصرية، عمل انجازات كبيرة جدا. يعني رمسيس الثاني كمان هو ابن الملك سيتي الاول، فهو اتربى في بيت عسكري، نشأة عسكرية، هو جده الملك رمسيس الاول والده الملك سيتي الاول. فرمسيس الثاني من وهو صغير اتربى تربية عسكرية جدا، كان بيساعد والده في أمور الحكم، هو كان ولي العهد ونائب الملك سيتي الأول. وهو في سن 14 سنة أخذ اللقب الشرفي القائد العام للقوات المسلحة، وهو عنده 15 سنة خاض أولى معاركه الحربية نيابة عن والده الملك سيتي الأول لتأمين الحدود الغربية لمصر. فالحقيقة أنه هو يعني من عمر صغير جدا وهو يعني بدأ يشارك والده في الحكم والسلطة. طبعا ده شكل الكفر، تكلمين عنه، مين اللي صمم الكفر؟ اللي صمم الكفر أستاذ عبده، هو مسؤول في الجرافيك في الوفد. عجبك لما طلع كده وانت قاعدة قدام الموميا كده تتكلمي معاه؟ الحقيقة أنا كنت حابة أن احنا يعني نكمل بقى الموضوع، يعني نخلي الموضوع كده متكامل. يمكن ده آخر كفر اتعمل، احنا كان في قبل كده تجارب بس ده أكتر حاجة عجبتني. حسيتي معبر يعني أن انت قاعدة صحفية وبتحاوري قوم اقعد كده انت مالك بس ايوه كملي. فالملك رمسيس الثاني كمان تلقى العلوم الدينيه والدنيويه في حاجه اسمها بير عنخ. بير عنخ ده هو بيت الحياه، يعني هو اقرب لمفهوم الجامعه في وقتنا دلوقتي. كمان هو كان بيشرف على حسن سير الاعمال الانشائيه اثناء ما كان ولي العهد ونائب عن والده. فهو من صغره يعني وهو يعني كان بيساعد والده وكان متدخل جدا في أمور الحكم، يمكن ده اللي سهل الطريق قدامه وإن هو يعني يوصل لقمة مجد الحضارة المصرية. على الجانب الأسري بقى كمان الملك رمسيس الثاني اتجوز كتير جدا، عنده 100 من الابناء. انت عنده اكتر من 100 ابن. طب ده كان بيفتكرهم بكيه؟ ما يعرفهمش يعني، انا لو مخلفه اكتر من 100 في الحقيقه مش هعرفهم من بعض اساسا. خلاص غالبيه ابنائه اصلا توفوا وهو لسه عايش. ياه غالبيه ابنائه يعني توفوا في سن صغير قوي كده يعتبر. هو عاش فتره كبيره جدا، يعني هو يمكن مات في التسعينيات من عمره. اوكي. فهو عنده يعني حوالي 111 ولد و51 بنت، ده حسب قائمه وادي السبوع، بس القائمه دي حاليا مش موجوده، يعني هي يعني ممزقه ملهاش ممزقه أصلاً. طب وال 111 دول من كام زوجه؟ هو اتجوز كتير جدا، من كتر أكيد. عدد زوجاته يعني ما يعرفهمش صعب جدا عددهم. هو يعني المصري القديم كان بيقدس جدا الحياه الاجتماعيه والحياه الزوجيه، واضح من كتر التقديس خلف 111 ابن.